يقولون جيب لنا معلاق غير هذا، انها مكسور منا ومنا. غريبه، ما له الا 28 سنه، هذا ما اخذ يوم اني رجعت من الابتعاث، ودي اصير صغير مره ثانيه. إيه الظاهر اني بجيب لهم جديد هالمره، كني لنت بلا ابغى تطقني العبره تو. وشو اثره مرتخي زان، هذه بفكها من هنا وبحطها هنا وارفعها على فوق لحد يشوفها. ابشركم الوكيل بدلها على الضمان يا مال الغنيمه. ما يصلح لهم الا كذا، وشو له الخسائر؟ تهقونهم بيصدقون انه بدل بجديد ولو ان ذا ما له غطاء؟ ما اظنه، الا بغطيه بثوبي وقضينا. يا شباب حسن تدبير المال ثقافه وليس بخل يا مال الغنات.